السلام عليكم. مكتبة الفانتازيا تصل لحلقتها الرابعة التي نستعرض لكم فيها سلسلة روايات The Wheel of Time. هي رواية إنجليزية متوفرة للمهتمين باللغة الفرنسية أيضا، وتعتبر إحدى أعرق وأضخم روايات الفانتازيا الملحمية، وتتكون من 14 جزءا وجزء إضافي فرعي. الرواية صدرت بين العام 1990 و 2013، وصدر منها 11 جزءا من كاتبها الأصلي وثلاث أجزاء من الكاتب بريندان ساندرسون بعد وفاته. القصة إذن بهذا الترتيب تنطلق من الرواية الأولى وتنتهي في الكتاب الأخير، في حين جاء جزء نيو سبرينغ ليحكي أحداثا ما قبل 20 سنة من أحداث الجزء الأول. وإن كنتم مهتمين بالحصول على نبذة بسيطة على بداية قصة الروايات، فتفضلوا بزيارة الصفحة المخصصة لها من صفحة مسلسل صراع العروش. يعتبر عالم الرواية شاسعا بشكل كبير، ويفوق عدد صفحات الجزء الواحد 1000 صفحة، والسلسلة تحتوي تصنيفات كثيرة من كائنات وسحرة ومحاربين وأنظمة سياسية وغيرها، ويمتد ذلك لخريطة العالم التي تشكل عالما كبيرا بممالكه وتاريخه. الرواية اختيار جيد لمحبي روايات الفانتازيا، وستشغلك لوقت طويل من دون شك، خاصة أنها مكتملة ويمكنك أن تقرأها كاملة دفعة واحدة. شكرا على البقاء معنا حتى النهاية، وندعوكم لزيارة الصفحة العربية لمسلسل صراع العروش التي قدمت لكم هذا العمل، والاطلاع في نفس الوقت على المشتركين فيه. شكرا مجددا، وأدعكم في أمان الله.